يعني هذه البداية يعني دعيني أقول على في بداية أنها محاولة تعويض. يعني يجب أن لا ننسى أن الولايات المتحدة خلال كل هذه خلال بداية الثورة السورية وخلال كل الحرب التي تلت، يعني كانت إلى حد كبير شبه منسحبة أو يعني مترددة لا قرار. يعني كانت السياسة الأمريكية سياسة لا قرار، بين تقدم وتراجع، بين ضغط و ترك الأمور لآخرين، وبالتالي وصلنا إلى التدخل الروسي العسكري الذي نعرفه معروف لدى الجميع. الآن تقول الولايات المتحدة أنها تحاول على ما يبدو اتخاذ يعني سياسة تخطو سياسة جديدة، وهي بداية الضغط كما يعني نشأت سياسة ترامب الحالية منذ بدايتها على العقوبات على إيران، وينتهي سياسة العقوبات الاقتصادية. وهذا اليوم هذا بداية هذا القانون هو فعلا بداية بتقدير جدية ربما للضغط على النظام بطريقة غير مباشرة والوصول إلى يعني سقوطه إذا فعلا يعني تنفيذ يعني هذا القانون بحذافيره وبشكل يعني جيد ودقيق يعني وحازم. لأنه كل يعني البنود التي يعني يتضمن هذا القانون هي بنود في النهاية لا تترك مجالا يعني لا للنظام بحد ذاته ولا لمن من داعميه ومن يحاول أن يعطيه نفسا يعني بعض الأكسجين من الخارج. لذلك أعتقد أن هذه محاولة للقول بطريقة غير مباشرة أننا بدأنا يعني العد العكسي لمحاصرة هذا النظام. طيب هذا العد العكسي سيد سعد كيوان بخصوص قانون قيصر، لماذا يعني وكأنه يأتي بشكل تدريجي على الحكومة السورية فرض هذه العقوبات، خاصة كما قال بومبيو بأنهم يتوعدون بمزيد من العقوبات، لماذا هذه العقوبات أتت بشكل تدريجي وليس بشكل مباشر ويعني جميعها؟ يعني هلأ يعني واضح أنه نحن يعني نتكلم الموقع من يريد أن ينهي أولا عذابات الشعب السوري ومن يريد أن ينتهي من هذه يعني من هذا النظام يعني الذي عاس فسادا سواء في سوريا والشعب السوري وأيضا في لبنان وفي المنطقة. ولكن طبعا حسابات الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة ليست هي حسابات يعني التي ينتظرها المرء في هذه المنطقة في سوريا وفي هذه المنطقة. الحسابات هي نوع من الضغط المتدرج الذي يراعي بشكل أو بآخر يعني حسابات يعني بتقديري تلاقي في مكان ما تكتيك أيضا ومحاولة جر يعني أيضا الطرف الروسي. يعني بانتظار أعتقد أن هذه التدرج في العقوبات هو محاولة القول يعني سواء للطرف الروسي أو الإيراني وتحديدا الروسي بتقديري أنه يعني هل من إمكان لنتفاهم على تسوية ما خلال الطريق، وبالتالي لأن هذه العقوبات ستطال أيضا الروسي يعني بما بشكل أو بآخر. نعم. يعني إذا كان يريد أن يتابع يعني رعايته لهذا النظام، ولو الآن أصبح الأمر جدا معقد بالنسبة للروسي لم يعد يثق بهذا النظام، ولكن على الأقل هو راعيه وهو من طيب يعني بحسب هنا أقدامه. نعم. أنا بتقديري هي نوع من التكتيك الذي يحاول الضغط يضغط ويتقدم ويرى ماذا يحصل حواليه. طيب. هل الآخرين سيتجاوبون سيتقدمون سيتراجعون؟ طيب سيد سعد، هنا الولايات المتحدة تقول أيضا بأن هذه العقوبات لحرمان الحكومة من مصادر التمويل في محاولة لدفعها للعودة إلى جلوس لطاولة المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة. هنا هل من الممكن الحكومة السورية أن تجلس على هذه الطاولة أم ستتخذ طرق أخرى يمكن التوائية للالتفاف على هذه العقوبات؟ هلا طبعا الولايات المتحده تقول ان بالاعلان الرسمي لهذا القانون انها لا تهدف لاسقاط النظام، وهي تقول انه يعني ضغط عليه لاجباره كما تفضلت لجلوس على طاوله المفاوضات. انا اولا اعتقد انه هذا النظام لن يجلس على طاوله المفاوضات اولا. ثانيا لا اعتقد ان فيما لو فكر بهذا الامر فإن حلفائه وتحديدا راعيه الإيراني لن يسمح له بيعني
إذا شئت بخيانته أو يعني بالالتفاف عليه والذهاب إلى طاولة المفاوضات. ثالثا يعني إذا كانت الضغوط يعني هذا القانون قانون قيصر إذا فعلا تم تطبيقه بشكل دقيق ويعني حاسم، لا أعتقد أن يعني نصل لوقت أنه يكون هناك بعض نظام يجلس على طاولة المفاوضات. هو أصلا الآن أصبح نظام أنظمة أصبح مفكك مشتت يعني متآكل، هو يأكل بعضهم بعضا، أصبحوا داخل العائلة نفسها والنظام والسلطة نفسها باتوا على يعني على أجنحة. وبالتالي هناك عندما كما تتقدم العقوبات سيزيد هذا من تآكل وخلافات داخل السلطة والنظام داخل طيب. العائلة داخل أسد ومخلوف داخل مخلوف والأخرس وإلى آخره. طيب هنا سيد سعد المبعوث الأممي الخاص لسوريا جير بيدرسون يقول أو يؤكد بأن الوضع في سوريا يتدهور مع انعدام الأمن الغذائي، محذرا أيضا من خطر المجاعة في المنطقة. هنا هل طبعا هنا مع قانون قيصر المستهدف أيضا هو المواطن السوري منها، هل من الممكن أن نشهد أي خطوات من جانب الأمم المتحدة بهذا الشأن؟ لا، هو من حيث مبدأ ليس لا يستهدف القانون، لا يستهدف المواطن، يعني واضح يعني في تصويره وتدقيقه. هو أخذ 6 أشهر هذا القانون كي يدخل حيز التنفيذ، وأقر في بداية هذا العام 6 أشهر كي يتم يعني تحضير له وتنفيذه. إذا هو بدقة لا يستهدف المواطن، ولكن طبعا يعني ليس الأمر ببساطة أنه وجود هكذا نظام ووجود هكذا وضع معقد في سوريا على الأرض وتداخل كل هذه الجيوش وهذه الحسابات والمصالح. طبعا ليس من السهل هذا التطبيق بدقة، ولكن يقول أيضا القانون أنه يفسح مجال لكل المؤسسات الإنسانية والأمم المتحدة وحقوق المنظمات أن تؤمن يعني الجانب الإنساني الغذائي والتموني إلى آخره. وبطبع الحال أكيد على هنا على الأمم المتحدة أن تقوم بدور أساسي وفعل في هذا المجال، وأن لا تسمح بأن يطال يعني الناس العاديين والناس الآن في حاجة إلى يعني يجب أن يتأمل وبشكل أساسي وقاطع هذا الجانب الإنساني والغذائي والصحي والتمويني بدون أي شك. وبالتالي لا يجب أن يسمح لأن يعني أن يأخذ القانون في مكان ما يدخل في هذه المتاهة بطريقة الحال. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به ضيفي من بيروت الصحفي والمحلل السياسي السيد سعد كيوان.